الحمد لله. السلام عليكم. جاءت البشرى والحمد لله ربي سبحانه وتعالى خفف المؤونة على أخينا الأستاذ صادق ساسي. نحمده ربنا لأنه مجيب الدعاء، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، ونحن أول الناس من يمن بهالاستجابة دي، ولا نشك أبدا أن الله معنا دائما، لأننا لم نخل ولو في لحظة من حياتنا، ولو كنا في نوع من الضعف ولا نوع من الغيبوبة، دائما عنا حاجة ثقة بها، هي ثقتنا بالله، واثقين في ثقتنا بالله. والحمد لله تعالى كشف الغمة عن أخي وعن عائلتي وعن أحبابي بما فيهم أنا كأخ له بكل صدق. الحمد لله لقضاؤنا شاب الطريق اللي يرضي الرحمن، قولوا ما يزيدش من آلام للأمة دي، وما يزيدش يحرك السكاكين في جراحنا. نحن أمة مضلينا حقبا وقرونا في العذابات بكل ألوانها، وعضتنا الأيام اللي هي فيها معاصي، لكن اليوم ده الإسلام يدب في أرواحنا وعقولنا وطبايعنا وعواطفنا، والحمد لله. ولهذا نشكر ربنا بدون حساب، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. نحن نريد رحمة من الله ونبغض عذابه، لا نريد شيئا من عذابه. أخينا أخونا شم شوية من هذا العذاب، لكن لصالحه كما قلت آنفا، وربي كشف الحقيقة اللي قضاءنا ما زال سليم، ولو حتى في شبابه اللي تنقص الخبرة، ولكن الحمد لله تعالى نحن على الدرب، نحن سنتآلف أكثر، لأنه فترة معينة كان الشيطان يقتلنا باش يردنا من أحزاب متناطحة متناحرة متباغضة، فإذا به القضاء خذا رماء رمية سليمة، اللي يكون السلم والرجوع إلى طريق الله أسلم لنا، وأن جنح يستلم فجنح لها، هنيئا لقضائنا. ومزيدا من الامتيازات عبر الأيام المقبلات، هكذا يكون القضاء. والحمد لله تعالى اللي الترايات لم تفعل فعلها في رجال القضاء ونساء القضاء، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام على من اتبع الهدى.